طريقة المعرفة. حديقة المعرفة. حديقة المعرفة. حديقة المعرفة للفكر بستان لها جمال الصفة والاسم عنوان. حديقة المعرفة للفكر بستان لها جمال الصفة والاسم عنوان. ازدحام الشوارع؟ حول. أية شوارع؟ حول. أين أنتم إذن؟ ها نحن نستخدم أجهزة اللاسلكي ولم تحضروا بعد. حول. ها قد وصلنا ونأسف للتأخير. إنها فكرة عبقرية. هو المسؤول عن التأخير. ما هذا؟ هل كنتم تحاربون؟
فعلا فعلا كأننا كنا نحارب. كان الله في عونكم. في عوننا؟ في ماذا؟ في استخدام هذه الشوارع المزدحمة التي لا يمكن أن يتحملها إنسان. هل كنتم تستقلون سيارة للوصول إلينا؟ نعم فعلنا، وليتنا لم نفعل. حتى مخترع السيارة لو كان يعرف ما ستؤول إليه مشكلة المواصلات لتراجع عن تقديمها لراحة البشرية. باعتبارك يا عقل خازن كل الأسرار وحافظ كل الاكتشافات والاختراعات، فقص علينا الآن قصة اختراع السيارة. إذن ماذا يمنعك يا كارل من إطلاق اختراعك هذا؟ إنني ما زلت في مرحلة التجريب، واليوم السادس من يونيو عام 1886 ستكون أنت أول من يشهد تجريب أول محرك لسيارة. هل تعني أن هذا المحرك سيجعل السيارة تسير في شوارع ألمانيا؟ نعم، فقد استطعت أن أستفيد من قوة دفع البخار لتحريك توربينات المحرك. هيا بنا الآن لنركبه في السيارة بالخارج. هيا. وبالفعل نجح كارل بينز في اختراع أول سيارة سارت في شوارع ماينهايم في ألمانيا. والآن نترك ألمانيا سريعا ونتجه إلى فرنسا. ماذا تفعل يا كونيوم في هذه الساعة المبكرة؟ صباح الخير فرد. هل هذه الأصوات التي نسمعها دائما من اختراعك؟ أجل، وسيأتي اليوم الذي تستريحون فيه من هذه الأصوات. سمعت من الأنباء أنك تنوي تحريك السيارة دون حاجة إلى قوة البخار. أجل، ولكن هناك مشكلة. المحرك حجمه كبير، وأحاول أن أصنع محركاً مصغراً. أخشى يا صديقي كونيو أن تسير سيارتك هذه إلى السماء بدلاً من أن تسير على الأرض. جاهز. ونجح كونيو الفرنسي في تصميم محرك آلي سارت به أول سيارة فرنسية. وفي عام 1920 كان الأمريكي فورد يجري تجاربه لتطوير صناعة السيارات. وهذه السيارات يا سيدي ذات مراحل، فالأولى
تسير بسرعة 30 كيلو مترا في الساعة. أما الثانية فقد استطعت أن أدخل عليها تطويرا لتسير بسرعة 60 كيلو مترا في الساعة. وأخيرا الثالثة، يمكنها أن تسير بسرعة 120 كيلو مترا في الساعة. عظيم، هذا عظيم جدا يا فورد، ولكن قل لي، ألا تستطيع أن تواصل تطويرك لهذه السيارة بأن تصنع سيارة تليق بالبيت الأبيض؟ وهل يشغلني الآن إلا إعداد سيارة فخمة تليق بسيد الرئيس؟ وهكذا تم اختراع السيارة وتطويرها، وبعد ذلك أدخلت عليها تحسينات كبيرة، حتى إن بعض الدول مثل اليابان وفرنسا لا ترضى كل عام بما أنتجته منها في الأعوام السابقة. إلا أن اختراع السيارة يحتاج لاختراع شوارع واسعة ومريحة، والآن حان الموعد. ولكن سيدي الرائد، اطمئنوا سوف نعود، وما عليكم سوى أن تستخدموا الأجهزة، ونحن علينا الإجابة. والآن وداعا يا أصدقاء. وداعا. أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا حديقة المعرفة. نتجول في حديقتنا، نتأمل، نشاهد، نعرف عن الفن التشكيلي، نعرف عن فننا الإسلامي أكثر وأكثر. في حلقة اليوم سنواصل حديثنا الذي بدأناه عن الخط العربي، وقد تعرفنا على أنواع الخطوط العربية، وشاهدنا نماذج عديدة لها، واليوم سنعرف كيف استطاع الفنان العربي المسلم أن يستغل ويوظف الكتابة العربية في إيجاد أعمال فنية وتشكيلات فنية غاية في الروعة وغاية في الجمال. سنعرف كيف استطاع الفنان التشكيلي المسلم أن يدون القرآن الكريم، ولنتأمل أيضا هنا نماذج أخرى كتبت بالخط العربي. كلمة سلام، التنوع الشديد بين أنواع الخط العربي ذو القواعد، وأيضا الخط العربي الحر، وهنا أيضا كلمة الحرية. فلنتأمل كيف استطاع الفنان أن يوظف كلمة واحدة بليونة الخط فيها ورقته غير العادية، فأن يوجد هذا العمل له مركز ويكبر ويكبر ويكبر، عملية نمو للعمل الفني، نمو داخلي تصل به إلى أن يعطينا هذا الشكل الدائري الجميل. أعزائي، دعوني أتساءل، هل هناك أجمل من ذلك؟ صفحتان
من الكتاب الكريم. الصفحة الأولى بها فاتحة الكتاب، والصفحة الثانية بداية سورة البقرة. فلنشاهد الزخارف، فلنشاهد الألوان، فلنتأمل الاتزان. كيف تنشرح النفس حينما تفتح كتاب الله وتشاهد مثل هذا الجمال؟ أيضا نموذج آخر من نماذج كتاب الله، فلنشاهد ونتأمل وندقق ونستمتع، فإنها فعلا متعة للناظرين رؤية مثل هذا التكوين المتكامل والمتجانس. سورة الفاتحة وسورة البقرة. نموذج آخر من نماذج الخط العربي، وهنا كيف استطاع الفنان أن يشكل هذه الكتابة. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، ذلك مضمون هذا العمل الفني. هنا أجرى الفنان التشكيلي نوع من التناظر، كتب الكلمة أو الجملة لا إله إلا هو ربي ورب العالمين، كتبها مرتين ليوجد هذا التناظر والتماثل. أيضا لنشاهد تلك التراكيب التي أجراها الفنان التشكيلي موظفا أحرف الكتابة العربية في إيجاد أعمال فنية. دعوني أبحث أكثر. هنا الله خير الحافظين بشكل دائري. لنشاهد هنا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وكما شاهدنا أعمال فنية عديدة جميلة جميلة جميلة، وكيف لا، والله جميل يحب الجمال. خروجا على ما تعودتم، أقدم أنا اليوم ملخصا لآخر ما قرأت. ولكن يا أستاذ قبل أن تبدأ، لي أن أسألك في أي أنواع الكتب تفضل أن تقرأ؟ الحقيقة يا عدنان أن الثقافة والقراءة بحر لا يمكن أن يكون له حدود، فالقراءة لا تقف عند مجال دون آخر، إلا أن كل منا يقرأ ما يناسب تكوينه. لنا الحق إذن أن نسأل ونحن نعرف أنك تقرأ في كل المجالات. هذا صحيح يا عم، وذلك راجع إلى طبيعة عملي، إلا أن آخر ما قرأت وقرأ العالم عن ذلك الأديب الذي ولد في حي الجمالية بالقاهرة وبدأ في كتابة القصة القصيرة، واستلهم رواياته الثلاثة الأولى من التاريخ المصري القديم، وبعد ذلك عبر في رواياته عن المجتمع وشخصياته المختلفة. ومن أشهر أعماله الأدبية الثلاثية المشهورة بين القصرين وقصر الشوق والسكرية، واحتل مكانة عالية ورفيعة في المجتمع العالمي، خاصة بعد حصوله على جائزة نوبل في الآداب
عام 1988. ولكنك حتى الآن لم تذكر اسم هذا الأديب المشهور. لا يا علاء، هذا هو سؤالنا اليوم. من يكون هذا الأديب الكبير؟ لقد أصبحت الآن يا عم تهتم بالعلوم والتجارة، حتى إنك أصبح لك الآن معمل يشبه معملي تماما. نعم يا ابني، في نهاية التجربة أقوم بها لا أنساها أبدا، ولا أنسى النظرية العلمية وراءها. تجربة؟ أي تجربة تقصد؟ تعال معي لترى تجربة انتقال الصوت. هاي هذا هو الجرس، وهذا هو الحبل، وهذه هي الملعقة. لكن ما دمنا في معملي ستقوم أنت إذا في هذه التجربة. عظيم، نربط الآن هذه الملعقة في منتصف الحبل هكذا. وأنفط بطرفي الحبل. أما الطرف الأول فسأضعه على أذني اليمنى، والطرف الثاني على أذني اليسرى. والآن أحرك الملعقة لترتطم مثلا بهذه المائدة. ياه، ماذا حدث؟ لقد انتقل الصوت سريعا إلى أذني. إذا فهذه التجربة تؤكد انتقال الصوت عبر موجاته إلى طبلة الأذن. ولكن يا عدنان، ألا تفهم كيف ينتقل الصوت من هذا الجرس إلى الأذن دون حبل هكذا؟ لا يا عم، ولكن في هذه الحالة ينتقل الصوت بعد اهتزاز المعدن المصنوع منها هذا الجرس مع اهتزازه بالمطرقة، وينتقل الصوت عبر الهواء حتى تستقبله طبلة الأذن. عظيم، إن دراسة العلوم تصنع لنا تفسيرا علميا لكل ظاهرة حولنا. لابد أن أعود إلى المنزل الآن، ولا تنسى أنني أنتظرك في معملي، أقصد في بيتك. هاي تدور الأيام وتتعاقب الأحداث وتتغير الأحوال وتتعدد الأقوال، ويظل التاريخ شاهدا على الأيام الدائرة حافظا للأحداث المتعاقبة، ثابتا أمام الأحوال المتغيرة، صاحب القول الفصل في الأحداث المتعاقبة.
واليوم نتجه إلى دمشق في عام 600 هجرية، حيث ولد أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس الخزرجي، وتلقى الطب على أعلام عصره، وسافر إلى مصر وعمل طبيبا في البيمارستان الناصري بالقاهرة، ثم عاد إلى الشام ليكون طبيب الأمير عز الدين أبو مر في صرخد طوال حياته. ورغم أن مكانته كانت ترشحه لما هو أكثر من ذلك، إلا أنه لم يفكر يوما في ترك مكانه وعمله، وأنجز في هذا الوقت كتابه عيون الأنباء في طبقات الأطباء. الجميع يشيد بعملك الكبير، أقصد كتابك عيون الأنباء. أشكرك، ولكني أحب أن أوضح لك أن الكتاب لم ينتهي بعد، فسوف أظل أضيف إليه ما دمت حيا. لكن يحسب لك أنك جمعت فيه تفاصيل دقيقة عن الطب وتاريخه وطبقات الأطباء. إنني مدين في هذا للوزير أبي الحسن بن عزال بن أبي سعيد، فهو رجل يحب العلم ويقدر العلماء، وقد شجعني في أمر كتابي هذا. لقد ركز في كتابه على التربية، لأن التربية هي الأساس، بما ضمه من سير السابقين، بما حول من أقوال وحكم. والطب في نظره ليس علما يحفظ ولا نظريات تدرس فقط، بل هو كذلك فن وصناعة، وهو يقوم على التجربة والمهارة. لقد ترجم في كتابه ل368 حكيما، منهم 239 من العرب، و3 من المغاربة، و86 من الأندلس، و23 من الفرس، و16 من الروم، مما يدل على رجاحة عقله ورحابة معرفته وشدة اهتمامه باستيعاب تراجم جميع من شهدتهم العصور قبله من الأطباء. نحن الآن يا أبنائي مع الدببة، والدب كما تعرفون وكما شاهدتم في حديقة الحيوان، حيوان ضخم من الحيوانات آكلة اللحوم، يبلغ وزنه حوالي 1600 رطل، ويبلغ طوله أحياناً إلى 3 أمتار. والدب حيوان فضولي. ما معنى حيوان فضولي؟ يعني يريد أن يعبث بكل شيء وأن يلعب في أي شيء، وهو يجيد الشم والعبث بأي شيء يجده، وبالرغم من هذا فهو يجتسم بالغباء. تذكرون حكاية الدب التي قتلت صاحبه؟ تعرفون؟ حكاية الدب التي قتلت صاحبها هي حكاية معروفة للجميع. كان هناك
رجل ربى دبا وكان يصاحب هذا الدب في كل رحلاته، ثم نام مرة والدب أخذ يحرسه ويقف بجواره، فجاءت ذبابة وحطت على وجه صاحب الدب فأراد أن يزيلها من على وجهه، فكلما طردها عادت الذبابة إلى وجهه مرة أخرى، فأراد أن يقتل هذه الذبابة وهي على وجه صاحبها، فأتى بحجر كبير وضرب به الذبابة وهي واقفة على وجه صاحب الدب، فمات طبعا الرجل وطارت الذبابة. هذا يدل على غباء الدب، لأنه لو كان يفهم جيدا لما ألقى بالحجر على وجه الرجل وهو نائم والذبابة على وجهه. الدب يتسم بالغباء وله مزاج حاد، ولكنه أيضا مع ذلك موفور النشاط، علاوة على أنه سباح ماهر برغم ثقل جسمه، هو سباح ماهر يعيش في المياه يعشقها أحيانا، وفراء الدب السميك يقيه من برودة الماء خاصة بالنسبة للدب القطبي. تحت جلد الدب توجد طبقة سميكة من الدهون، وهناك أنواع مختلفة من الدببة. هناك الدب القطبي الأبيض، وهناك دب أمريكا الشمالية الأسود وهو أصغر هذه الدببة، وأخيرا هناك الدب البني، هذا دب بني وهو دب أوروبا وأواسط آسيا. ورغم أن الدب من أكلة اللحوم إلا أن أسنانه مهيئة تماما للغذاء النباتي، وهو يأكل الحشرات والفئران والأسماك. وبعض أنواع الدببة خطر جدا على الإنسان، خاصة الدب القطبي، كما أن هناك دببة تهاجم الحيوانات الكبيرة مثل الأبقار والخراف. والإنسان يستفيد بفراء الدببة، خاصة الدب القطبي الأبيض، ويستخدم هذا الفراء في صنع المعاطف للسيدات. ومن صفات الدب القطبي أنه يجهز بيته في الجليد، يختفي من الصيادين في بيوت يجهزها في الجليد، وبما أن لونه أبيض والجليد لونه أبيض فالصياد لا يستطيع أن يرى هذا الدب، لأنه يختفي في الجليد بالجحر الذي يصنعه لنفسه. هذا هو الدب.